النرجسي أخطر عباد الله على الإطلاق، أخطر وأقبح وأوسخ خلق الله على الإطلاق. النرجسي وسخ وسخ وسخ، حتى تركيبته الدماغية والجسدية وسخة. أنتم ما تدرون شنو وساخة هذا النرجسي. ونقطة وساخته الأعظم أنه يشوف نفسه أحسن الناس. يا صبر الأرض، يا صبر الأرض. ودائما وشوف ركزوا عليها، ضحايا النرجسي أكثرهم قلوبهم مرهفة، ضحايا النرجسي أكثرهم عاطفيين، ضحايا النرجسي أكثرهم طيبين، لا يقولون لا، حتى لو قالوا لا شعروا بالندم وقالوا بعدها نعم. عرفتوا أنتم ليش يتغذون عليكم النرجسيين؟ لأنكم ما تدافعون عن أنفسكم، لأنكم ما تحمون أنفسكم، لأنكم تأتون على أنفسكم، تحرمون أنفسكم وتعطونا. حتى لو قلتوا لا بضغطة واحدة عليكم قال لكم الله يخليك قلتوا يلا أوكي. لما نقول لكم هذا غلط تقولون لا حرام، لما نقول لكم هذا قاعد يتغذى عليكم تقول مسكين. فريسته الأشخاص الطيبين السذج اللي على نياتهم العاطفيين، يا ليت تاخذون مقابل. شغل هذا، شغل، سوي فلاش باك على حياتك معاه.